السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أدرى فيزيك. في هذا الفيديو هذا سنقوم بتصحيح سلسلة تمارين رقم 1 الخاصة بدرس نوسيون دو فورس للسنة الثالثة إعدادي المسلك الدولي. إذا كتذكر فقط بالنسبة للدرس ديال نوسيون دو فورس راه كيتواجد على القناة، غنخلي لكم الرابط ديالو في أسفل ديال الفيديو، بالإضافة الرابط ديال هذه السلسلة ديال التمارين بصيغة بي دي اف غتلقوها في صندوق ديال الوصف وأيضا في التعليق الأول. إذا كما العادة غتحاول أولا تجاوب على التمارين الواردة في هذه السلسلة من بعد طالع على الحل. إذا لنبدأ على بركة الله، إكزرسيس أن ريبوندغ باغ فغي أو فو، مطلوب منا هنا نجاوبو بصحيح أو خطأ. دونك الجملة الأولى، لانسخيمون دو ميزور دو لانتونسيتي دين فورس إي لا بالونس، جهاز قياس القوة هو الميزان. لا بالونس هنا كنقصدو به الميزان. ألوغ بالنسبة لانتونسيتي دو لا فورس مكتقاش بالميزان، كما شفنا في الدرس قلنا كتقاس بالديناموميتر. دونك هادي فو، هاد الجمله هادي فهي خاطئه، عباره خاطئه. الوغ دوزيام فراز، لا فورس اي ريبريزونتي بار ان سيغمون فليشي، اذا القوه نمثلها بسهم او بمتجهه. اذا بطبيعه الحال الجمله هادي صحيحه، ملي كنديرو لا ريبريزونتاسيون دين فورس كنمثلوها على شكل متجهه، على شكل واحد السهم. ثم توت لي زاكسيون دو كونتاكت سون لوكاليزي، جميع تأثيرات التماس فهي مموضعة. إذا بطبيعة الحال الجملة هذه فهي خاطئة، لأن لي زاكسيون دو كونتاكت فيها جوج ديال الحالات، كاين اللي هما لوكاليزي وكاين اللي ريبارتي موزعة. لا ديغنييغ فراز، سي لو كور أكتور إي إلواني دي كور غوسوفور لاكسيون إي ديت دو كونتاكت، يعني عندما يكون الجسم المؤثر، أكتور هنا كنقصدو بالجسم المؤثر يعني الجسم اللي طبق التأثير، يعني إلواني يعني بعيد على الجسم اللي خضع للتأثير أو الجسم اللي استقبل التأثير، لاكسيون إيديت دو كونتاكت. دونك بطبيعة الحال الجملة هذه خطأ، لأنه ملي كيكونوا متباعدين في هذه الحالة ما كيكونش أكسيون دو كونتاكت، كيكون أكسيون أ ديستونس. بحال مثلا لاكسيون ديال ليمون، التأثير ديال المغناطيس على مثلا أن كلون في على واحد المسمار ديال الحديد، هادو كيكونوا متباعدين وهذا كيتسمى أكسيون أ ديستونس. ألوغ إكزرسيس نيميرو 2، عندنا pour chaque question indiquez la ou les bonnes réponses، يعني بالنسبه لكل سؤال مطلوبنا نحددوا الجواب او الاجوبه الصحيحه. alors la première phrase on modélise l'action mécanique par، يعني نمدج التاثير الميكانيكي ب، son point d'application نقطه التاثير، son sens المنحى، une force. اذا بطبيعه الحال الجواب الصحيح هنا هو une force. كنا قلنا في الدرس ديال لي زاكسيون ميكانيك كنا كنكتبوا اكسيون par exemple d'un fil sur l'objet. في الدرس ديال لا فورس ما بقيناش قلنا غنبداو نستعملوا اكسيون، غنبداو نستعملوا لا فورس، يعني غنبداو نقولوا لا فورس اكزيرسي بار لو فيل سور لوبجي، يعني غنبدلوا لاكسيون بلا فورس. دوزيام فراز، لا لونغور دي فيكتوار فورس اي بروبورسيونيل ا، طول متجهات القوه، لا لونغور هو الطول، متجهات القوه يتناسب مع، واش لانتونسيتي دو لا فورس شده القوه، لونيتي دو لا فورس الوحدة ديال القوة، لا دغوا داكسيون خط التأثير. إذا بطبيعة الحال كيتناسب مع لانتونسيتي دو لا فورس، كنا قلنا بأن باش كنمثلو لا فورس ديك لانتونسيتي كندير واحد العلاقة الثلاثية مع واحد الشيء اللي كيتعطى لينا، مثلا واحد سنتيمتر كتمثل جوج نيوتون، يعني أن الطول ديال المتجهة فهو كيتناسب مع لانتونسيتي دو لا فورس. ألوغ لا فراز سويفونت، لونيتي انترناسيونال دو لانتونسيتي دو لا فورس إي، الوحدة العالمية لشدة القوة هي لو باسكال، لو نيوتون، لو كيلوغرام. إذا بطبيعة الحال غتفقوا معايا على أنه لو نيوتون، هذا الباسكال هذا لونيتي ديال لابريسيون ديال الضغط، هذا ديال الكيلوغرام ديال لاماس. إذا لو نيوتون هي لونيتي دو لانتونسيتي دو لا فورس. ديرنييغ فراز، لا دغوات داكسيون دون فورس إي، لا ديريكسيون دو لاكسيون، لو سونس دو لاكسيون، إن دغوات كي باس بار لو بوان دابليكاسيون. لا دغوات داكسيون قلنا هو خط التأثير، ألوغ خط التأثير ديال واحد القوة واش هو لا ديريكسيون دو لاكسيون، يعني اتجاه ديال التأثير. إذا بطبيعة الحال صحيح، لأن لا دغوات داكسيون هو لا ديريكسيون بحال بحال، لو سونس دو لاكسيون لا،
لو سونس كيكون دو فيغ، مثلا دو لا دغوات فيغ لا غوش، في حين ان لا دغوات داكسيون سي اون دغوات مستقيم، لو سونس كيكون من الى، لا دغوات داكسيون لا كيكون مستقيم، مثلا مستقيم لا دغوات فيرتيكال، مستقيم راسي، او لا دغوات اوريزونتال، مستقيم افقي، الى غير ذلك. ثم كذلك سي اون دغوات كي باس بار لو بوان دابليكاسيون، حتى هذه صحيحه، يعني عباره عن مستقيم الذي يمر من نقطه التاثير. اذا هذا بالنسبه لاكزرسيس نيميرو 2. الوغ ليكزرسيس 3، دونك ليكزرسيس 3 عندنا ان ايليف تير تير باردون ليكستريميتي دي فيل دينامومتر كوم لو مونتر لا فيغور سيكونتر. اذا التلميذ يجر مثلا خيط الدينامومتر كما يوضح الشكل التالي. اذا هنا عندنا اليد ديال التلميذ وهنا خيط الدينامومتر. الوغ كيستيون 1، كيل لو تيب داكسيون ميكانيك اكزيرسي باغ لا مان سور لو فيل. اذا ما هو نوع التاثير المطبق من طرف اليد على الخيط؟ الوغ بالنسبه لي تيب دي زاكسيون كنا شفنا في الدرس بانهم كاينين دو تيب، كاين اكسيون دو كونتاكت واكسيون ا ديستونس. الوغ في هذه الحاله اذا لاحظتوا بان هاد لا مان ولو فيل هادو اي سون اون كونتاكت ملاصقين، وبالتالي هذا اكسيون دو كونتاكت، تاثير تماس، اكسيون دو كونتاكت. الى بغيتي تزيد لوكاليزي، اكسيون دو كونتاكت لوكاليزي. الوغ اكسيون دو كونتاكت لوكاليزي يعني تاثير تماس موضع، اكسيون دو كونتاكت حيت ملاصقين بجوج، لوكاليزي لان الاكسيون هنا كيتم في واحد النقطه، اليد كتاثر على الخيط في نقطه. دوزيام كيسيون، كيل سون لي كاركتيريستيك دو لا فورس تي اكزيرسي باغ لا مان دو ليليف سيغ لو فيل دو دينامومتر. اذا مطلوب منا نحددو المميزات ديال القوه مطبقه من طرف اليد على الخيط. لي كاركتيريستيك دو فورس كنا شفناهم في الدرس وقلنا كاينين 4 كاركتيريستيك، اللي هما لو بوان دابليكاسيون، لا دغوات داكسيون، لو سونس اي لانتونسيتي. الوغ بالنسبه لو بوان دابليكاسيون، لو بوان دابليكاسيون يعني نقطة التأثير، يعني المكان اللي كيطبق فيه لاكسيون. الوغ دابا هاد لا مان هادي، هاد اليد كطبق لاكسيون على لو فيل فين، في اشنو المكان، فين كيطبق، فين كيأثر اليد على الخيط؟ غتقول لي في النقطة أ. دونك لو بوان دابليكاسيون سي لو بوان أ. إذا لو بوان أ، ولا هنا نكتبو لو بوان أ. دونك لو بوان أ، لا دغوات داكسيون، لا دغوات داكسيون، شوف الكلمة الأولى كيبدا بها هنا، كيبدا بلا دغوات. إذا لا دغوات داكسيون دائما كتكتب لا دغوات، دائما سي اون دغوات. هنا لا دغوات داكسيون كاين جوج ديال الطرق باش كنحددوها. الطريقة الأولى اللي هي سهلة، كتجي مثلا الشكل غادي تلاحظ بأن هنا كاين لو بوان أ. ألوغ كتجي مثلا هنا لهاد الجهة هادي، غنزيد هنا مثلا لو بوان بي، وغادي نجي غادي نكتب لا دغوات داكسيون هو لا دغوات أ بي بين قوسين، وهذا الجواب كيعتبر صحيح. الطريقه الثانيه هذه هي الطريقه الاسهل، يعني دائما في الشكل انت كتكون عندك مثلا واحد لو بوين، كتزيد انت النقطه الثانيه، كتكون عندك مثلا لو بوين ا او بي، كتزيد انت في الطرف الاخر واحد النقطه واحده اخرى. اذا لا دغوات داكسيون في هذه الحاله هو المستقيم هذا اللي هنا. الوغ الطريقه الثانيه نفس الشيء، كذلك غادي نكتبوا لا دغوات، وهنا خصنا نحددوا واش اوريزونتال ولا فيرتيكال ولا انكليني. اوريزونتال يعني افقي، مثلا اوريزونتال هكا، فيرتيكال الى كان على هذا الشكل، ثم انكليني يعني ملي كيكون مائل. الوغ في هذه الحاله لا دغوات داكسيون سي لا دغوات انكليني كي باس بار لو بوان ا، وهنا بالضبط حنا باش نحددو بالضبط اشنو لا دغوات داكسيون، اذا سي لا دغوات كي كوانسيد افيك لو فيل، يعني هو المستقيم يعني المنطبق مع الخيط، خط التأثير في هذه الحالة هو المستقيم، هو هذا الخيط نفسه. إذا لا دغوات كوانسيد، لا دغوات كوانسيد يعني المنطبق، كوانسيد افيك لو فيل، يعني المنطبق مع الخيط، لا دغوات كوانسيد افيك لو فيل. اولا كما هنا كما قلت غتكتب لا دغوات ا بي تاهي صحيحه، ولكن بشرط خصك في الشكل تمثل فيها لو بوان ا او بي. الوغ لا ثوازيام كاركتيريستيك هي لو سونس. بالنسبه لو سونس قلنا دائما كيكون دو فيغ، دائما لو سونس كيكون من الى، دائما. الوغ دو ملي كنبداو لو بوان دابليكاسيون، لو بوان دابليكاسيون هي ا، اذا غادي نكتب دو ا فيغ، يعني من ا الى. طبعا الحال الا لاحظتوا هنا في الشكل، هاد اليد هادي فين كتجر هاد الخيط؟ هادي كتجرو هاد كتجرو يعني هاد اليد كتجر الخيط لعندها. نقدروا نقولوا مثلا فيغ لوبا، ولكن هنا باش نزيدو نوضحوا اكثر، فيغ لوبا فهي صحيحه في هاد الحاله هادي. اولا مثلا غادي نكتبوا دو ا فيغ لي دو، يعني من ا نحو الاصابع ديال هاد الطفل هذا، اولا فيغ لوبا، المهم هنا نقدروا نعتبروها فيغ لوبا. اذا دو ا فيغ لي دو،
فير لي دوا دو ليلف، يعني في اتجاه أصابع الطفل أو التلميذ. دو ليلف دو أ فير لي دوا. إذا هذا بالنسبة للصوص. ثم أخيرا بالنسبة للانتونسيتي، الانتونسيتي كنا قلنا في الدرس بأننا كنرمزو ليها بإف أو لا تي أو لا آغ. هنا إلا لاحظتوا هنا في هذا السؤال فرضوا علينا الرمز اللي غنستعملو، ها هو كاتب لك هنا تي، وبالتالي غادي نستعملو تي. إذا غادي نجي غادي نكتب تي ايتيغال، غادي تشوفوا في الشكل، شوفوا الدينوميتر القيمة اللي كيشير ليها كيشير لكاتر. إذا تي ايتيغال كاتر، ولينيتي هي نيوتن. إذا تي ايتيغال كاتر نيوتن. إذا هذه الانتونسيتي دو لا فورس. ألوغ كيستيون 3، représente cette force en choisissant comme échelle 1 cm par 4 N. Il est important de demander la représentation. La représentation est juste un simple schéma. Il est un simple échelle là. L'échelle là, on a là, c'est 1 cm, 1 cm, 4 mètres, 4 newton. 1 cm, 4 mètres, 4 newton. تحسم السنتيمتر دائما كنديرو x. ثم هنا تحسم 4 نيوتن غنشوفوا القيمه ديال لا فورس اللي عندنا. عندنا 4 نيوتن غادي نكسبو 4. كنت مثلا تي كتساوي 3 نيوتن، كنا غادي نكسبو هنا غادي نكسبو 3. اذا غنديرو القاعده الثلاثيه. اذا اكس كتساوي اكس ايتيغال الوغ 1 سنتيمتر في 4 نيوتن. هذا في هذا، هنا فين كنديرو الضرب، هاد الجهه اللي كنديرو فيها الضرب، 1 في 4 مقسوم على 4. اذا 1 سنتيمتر في 4 نيوتن قسمه 4 نيوتن. طلعت في الباسو في المقام عندنا نيوتن، كنخصصلو بنيوتن. إذا 1 في 4 هي 4 مقسومة على 4 هي 1، ولينيتي اللي غتبقى لينا هنا هي سنتيمتر. هاد 1 سنتيمتر شنو كتعني؟ هادي لا لونغور دو فيكتور تي، طول متجهة تي. إذا دابا خصنا نجيو نرسمو هاد المتجهة. هاد العلاقة الثلاثية هادي في الامتحان راه مكيتعطاش ليك المكان أصلا فين ديرها، يعني كديرها في الوسخ. إذا هنا كتجي كيخصك بالدورة تاخد المسطرة، أنا معنديش هنا المسطرة في هاد البي دي إف، و كتبدا من لو بوان دابليكاسيون. شكون هي لو بوان دابليكاسيون هنا؟ هي ا. اذا غنبدا من ا. ثم واش غنمثلوها فيرتيكال ولا اوريزونتال؟ كنشوفوا لا دغوات داكسيون. لا دغوات داكسيون هنا هو لا دغوات ا بي، يعني هاد لا فورس خصني نمثلها فوق من هاد المستقيم، فوق من ا بي. لو سونس واش غيكون فيغ لو با، يعني فيغ لي دوا في اتجاه يعني نحو الاصابع، او لا غيكون مثلا فيغ لو دينوميتر. اذا بطبيعه الحال الا لاحظتوا هنا في لو سونس كتبنا دو ا فيغ لي دوا، يعني من ا لتحت. ثم لانتونسيتي شحال لقينا؟ 4 نيوتن. اذا العلاقه الثلاثيه لقينا 1 سنتيمتر. اذا كتحط المسطره في لو بوان ا، كتحط المسطره في النقطه ا، وكتحسب 1 سنتيمتر. 1 سنتيمتر، اذا هنا تقريبا عندي 1 سنتيمتر. الوغ من بعد كتجي حداها كتكتب الرمز ديال ديك لا فورس. لا فورس اللي عندنا هنا هي تي. اذا غادي نجي هنا غادي نكتب تي فيكتور. اذا هذه هي لا ريبريزونطاسيون دو لا فورس، هذا هو التمثيل ديال القوه. هذه الطريقه باش كنطلعوا. الوغ هذا ليكزيرسيس 1، غنزيدو ليكزيرسيس اخر، دونك نفس الشيء تقريبا كيبدا يتعاود. ليكزيرسيس 4، الوغ عندنا ان سوليد اس اي ايموبيل، يعني واحد الجسم اس ساكن واقف sur un tableau horizontal على سطح واحد طاولة افقية. il est soumis à la force exercée par la table son intensité et ses newton. اذا كيخضع للقوة المطبقة من طرف هذه الطاولة هذه اللي القيمة ديالها هي 6 نيوتن. question 1 établit le bilan des forces appliquées sur le solide S. établit le bilan des forces يعني حدد القوة المطبقة على السوليد S. باش كنحددوا لو بيلون دو فورس، اول حاجة كنديروها كنديروا لو سيستيم اتيودي، الجسم المدروس. هاد لو سيستيم اتيدي هادي ماشي بالدورة تكتبها، هادي كتبقى اختيارية، ولكن من الأفضل تكتبها وتستعملها في المستويات اللي غتجي من بعد. لو سيستيم اتيدي يعني هنا إلا شفتو مثلا في الشكل، عندنا هنا لو سوليد اس وعندنا لا طابلو، ولكن الجسم اللي كندرسو حنا هو لو سوليد اس. لو سيستيم اتيدي دائما كتجيبوه في السؤال، قال لك ايطابلي لو بيلون دي فورس ابليكي سور لو سوليد اس. إذا لو سوليد اس هو لو سيستيم اتيدي، دونك بين معقوفتين غادي نكتب لو سوليد اس. لو سوليد اس فوالا. الوغ من بعد الخطوه المواليه كتعرفوا بان لي زاكسيون كاينين دو تيب، كاين لي زاكسيون دو كونتاكت و لي زاكسيون ا ديستونس. وقلنا حنا في هذا الدرس غنبداو نستعملو لي فورس. اذا الخطوه المواليه هي لي فورس دو كونتاكت. لي فورس دو كونتاكت يعني قوى التماس. كنرجع للشكل كنقلب على شكون هما لي فورس دو كونتاكت اللي كيخضع عليهم هذا لو سوليد، يعني شكون اللي هو اون كونتاكت مع لو سوليد، شكون اللي كيتوجه في تماس مع لو سوليد. غتقول لي لا طابل، وبالتالي غادي نكتب لا فورس اكزيرسي
la force exercée par la table, la force exercée par la table sur le solide S. سور لو سوليد اس فوالا. حتى في حاله مثلا ما تنسات لك هذه الجمله هذه كتقرا الاسئله اللي غيجيو من بعد. مثلا الى لقيتي السؤال ثلاثه هي مكتوبه هنا ديتيرميني لي كاركتيرستيك دو لا فورس اكزيرسي بار لا سيرفاس سور لو سوليد. لا سيرفاس يعني لا سيرفاس دو لا طابل يعني الطاوله يعني السطح ديال الطاوله. الوغ واش باقي شي حاجه اخرى هنا اون كونتاكت مع هذا لو سوليد؟ واش باقي شي جسم اخر كيقيس لو سوليد هنا؟ لا. اذا كندوزو للمرحله المواليه اللي هي لي فورس ا ديستونس. لي فورس ا ديستونس يعني قوى عن بعد. لي فورس ا ديستونس. الوغ بالنسبه لي فورس ا ديستونس دائما كنكتبوا لا فورس اكزيرسي بار لا تير سور لو سوليد. دائما هذه القوه ديال المطبقه من طرف الارض يعني الجاذبيه دائما كاينه. اذا لا فورس اكزيرسي بار لا تير سور لو سوليد اس. sur le solide S. أو لا هي الغرافيتاسيونيل كذلك كتسمى لا غرافيتاسيونيل يعني جاذبية الأرض. جاذبية الأرض فوالا. دونك بالنسبة لي فورس ا ديستونس كاين الجاذبية وكاين لاكسيون دانيمو مثلا التأثير ديال المغناطيس. المغناطيس حنا ما عندناش في هذا الحال. إذا هذا السؤال الأول هذه الطريقة باش كنجاوبو بها. في حالة ما كتبتيش لو سيستيم ايتيدي ماشي مشكل ولكن خاصك بالضرورة تكتب لي فورس دو كونتاكت من بعد لي فورس ا ديستونس. ألوغ لا كيسيون سويفونت كيسيون 2 pour chaque action précise c'est il est localisé ou réparti. Localisé يعني موضع يعني كيتم في نقطه واحده. réparti يعني موزع يعني كيتم في مساحه اللي هي كبيره. الوغ غنبداو مثلا بالاكسيون اكزيرسي بار لا طابل. دابا الا شفتو هنا في الشكل الا قلت لك فين كتاثر هاد الطاوله على هاد لو سوليد اس غتقول لي بانها كتاثر عليه في هاد المساحه هادي كامله. هاد الطاوله كتقيس لو سوليد في هاد المساحه كامله. واش ممكن نعتبروها نقطه؟ لا، لأنها مساحة كبيرة، وبالتالي هذا غيبارتي موزع. غيبارتي يعني موزع. كون كانت مثلا الطاولة كتطلع على لو سوليد في نقطة واحدة، بحال مثلا ملي كتاخذ واحد لو سوليد وكتعلقو بالخيط، هذيك نقطة واحدة هذا كيكون لوكاليزي، دابا هذا غيبارتي. إذا هذه غيبارتي. ألوغ، ثم بالنسبة لفورس إكزيرسي بار لا تيغ سوغ لو سوليد، هذه راه باينة دائما كتكون غيبارتي. لي فورس أ ديستونس دائما كيكونوا غيبارتي. Voilà. Question 3. La voix. Alors, question 3, elle a déterminé, il y a une hadid, les caractéristiques de la force exercée par la surface sur le solide S. Les caractéristiques, comme elle m'a dit, c'est qu'il y a un exercice qu'on a à fond. Les caractéristiques, on a là. Le point d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité. Il y a un brinard de dos. لي كاركتيرستيك دو لا فورس اكزيرسي بار لا سيرفاس سور لو سوليد يعني مميزات القوه اللي كتطبق الطاوله على لو سوليد. غنبداو بلو بوان دابليكاسيون. غتقول لي بان هاد الطاوله هادي كتسطر على هاد على هاد لو سوليد فواحد المساحه اللي هي كبيره طبيعي الحال. ولكن حنا ملي كنهضروا على لو بوان دابليكاسيون خصنا نقطه واحده. اذا الا لاحظتوا هنا في الشكل النقطه اللي كتسطر فيها الطاوله على هاد لو سوليد هي لو بوان بي. اذا غنجيو هنا غادي نكتبوا لو بوان بي يعني النقطه بي. في حالة ما تعطاتش ليك كتاخذ المنتصف. مثلا الا افترضنا ما كتبوش لينا هذا بي هنا غناخذوا المنتصف ديال مساحة التماس يعني ديك الجزء اللي كيقيس طبلا كناخذوا الوسط ديالو كتسميها بي ولا سي ولا دي اللي سميتها. الوغ بالنسبة لا دغوات داكسيون. لا دغوات داكسيون دائما شوفوا الكلمة الأولى اللي كيبدا بها لا دغوات. إذا غادي نجي غادي نكتب مباشرة لا دغوات. دائما لا دغوات داكسيون سي تيون دغوات. قلنا كاينين ثلاثة ديال الحالات. إما فيرتيكال يعني رأسي كتسميوه عمودي بين قوسين ثم اوريزونتال او لا اوريزونتال يعني افقي او لا انكلين يعني مائل. في هذه الحاله هذه في نظركم واش غيكون فيرتيكال ولا اوريزونتال؟ بزاف فيكم هنا اللي غيقول اوريزونتال. علاش؟ لانه غيشوف مثلا اون طابل اوريزونتال. هو في الواقع خطا ماشي اوريزونتال. علاش؟ لان الا طرحتي السؤال هاد الطاوله هذه شنو كدير هاد السوليد هذه كترفع السوليد الطبله هنا كترفع الجسم هذا. فين كترفع الجسم هذا؟ كترفعه فيرتيكال يعني راسيا او عموديا بين قوسين. وقتاش غيكون اوريزونتال؟ غيكون اوريزونتال كون كان مثلا درنا هنا واحد الخيط وهذا الخيط هذا غيبدا يجر هذا لو سوليد اوريزونتال. ولكن هنا لا هاد الطبله هذه ما كتجرش لو سوليد يعني كتدفعو للفوق. او لا في حاله ما زولنا هاد الطبله هذه شنو يوقع لو سوليد؟ غيطيح. كيفاش غيطيح؟ غيطيح هكا فيرتيكال. اذا لا دغوات داكسيون في هاد الحاله سي لا دغوات فيرتيكال يعني المستقيم العمودي لا دغوات فيرتيكال باسون بار le point A. Passons par le point
بي باردون. إذا مستقيم رأسه المار من النقطة بي، إذا هذا لو دوا داكسيون. لو سونس، بالنسبة للسونس قلنا دائما كيكون دو فيغ من إلى، وبالضبط كنبداو لو بوان دابليكاسيون. لو بوان دابليكاسيون هنا هي بي، إذا دو بي فيغ من بي إلى، واش فيغ لو نحو الأعلى أو بيان فيغ لو با نحو الأسفل. إذا قلنا بأن الطاولة هذه فهي كترفع الجسم أو لا كدفع الجسم الفوق، إذا في هذه في ملي كنقولوا كترفع الجسم يعني كترفع الجسم الأعلى، يعني غيكون دو بي فيغ لو نحو الأعلى. والدليل على ذلك إلى زولنا الطبلة والسويد كيطيح، يعني أن الدور ديال الطبلة هنا هو حمل الجسم أو رفع الجسم، يعني دو بي فيغ لو. ثم أخيرا بالنسبة للانتونسيتي، الانتونسيتي هنا قلنا في الدرس كنستعملوا اف أو لا تي أو لا أغ. ألوغ ملي كتكون عندنا أون طابل يعني واحد لا سيرفاس واحد المساحة، في هذه الحالة كنستعملوا أغ، يعني غنجيو غادي نكتبوا أغ إتيغا. شحال القيمة ديالها؟ شوفوا لينونسي ديال ليكزارسيس هما كاتبين لكم سون انتونسيتي اي 6 نيوتن، يعني أغ كتساوي 6 نيوتن. حتى إلا درتي هنا اف صحيحة، ولكن من الأفضل نستعملوا أغ، حيت ملي كيكون واحد لا سيرفاس كنديروا أغ، أغ كتساوي 6 نيوتن. إذا هادو لي كاركتيرستيك دو لا فورس. Question 4 représente cette force en choisissant comme échelle 1 cm pour 2 N. إذا نطلبنا نمثلو هذه القوة باستعمال هذا السلم 1 سم لكل 2 نيوتن. إذا نديرو العلاقة الثلاثية، دونك 1 سم إل روبريزونت 2 نيوتن. تحت من السنتيمتر دائما كنديرو إكس، تحت من 2 نيوتن كنكتبو لانتونسيتي، لانتونسيتي اللي عندي هنا هي 6 نيوتن، 6 نيوتن. دونك كنديرو العلاقة الثلاثية وكنحسبو، إذا إكس كتساوي 1 سنتيمتر في 6 نيوتن، 1 سنتيمتر في 6 نيوتن مقسوم على 2 نيوتن، إذا 1 سنتيمتر في 6 نيوتن مقسومة قسمة على 2 نيوتن. ألوغ غتلاحظوا بأن في البسط في المقام عندنا نيوتن، غنختزلو بنيوتن، 1 في 6 هي 6 مقسومة على 2 هي 3، والوحدة اللي بقات لينا هنا هي 3 سنتيمتر. إذا هاد 3 سنتيمتر شنو كتعني؟ هادي لا لونغور دو فيكتور إغ، يعني الطول ديال المتجه إغ، يعني أن هاد إغ غنمثلوها 3 سنتيمتر. إذا غنرجعو للشكل، خصنا ضروري نرسمو في الشكل. دونك خصك ضروري تكون عندك مسار، كتختار المسار. ألوغ منين غنبداو؟ كنبداو لو بوان دابليكاسيون. شكون هي لو بوان دابليكاسيون؟ هي بي. إذا غنبدا هنا من بي، ثم غنمثلوها فيرتيكال، يعني هاد لا فورس هادي غنمثلوها هكا رأسيا أو لا بين قوسين عموديا كما كتسميو. ثم لو سونس غيكون، واش السهم غيكون نحو الاعلى ولا نحو الاسفل؟ كنشوفوا لو سونس عندنا دو بي فيغ لو، يعني السهم غيكون فوق. لانتونسيتي هي 6 نيوتن، ملي درنا القاعده الثلاثيه شحال لقينا؟ 3 سنتيمتر. يعني غتبدا من بي، غتحط المسطره في بي، غتحسب 3 سنتيمتر. هنا 1 سنتيمتر، 2 سنتيمتر، 3 سنتيمتر. ثم من بعد كتجي حداها كتكتب الرمز ديال ديك لا فورس باش رمزنا ليها حنا اغ. اذا كنجيو هنا كنكتبوا اغ فيكتوار. اذا هذه هي لا ريبريزونطاسيون. هاد السهم هذا في لي كونترول كتكون عليه نقطه، وفي الامتحان الجوي كذلك كتكون عليه نقطه. اذا التمثيل خصك ترسم في الشكل، اما القاعده الثلاثيه لا، هذه غير كدار في الوسخ. اذا كنتمنى ان التمرين هذا يكون واضح، غنزيدو التمرين اخر، التمرين رقم 5. ان بوان ا نو زاكروشون ان كور سوليد اس ا ليكستريميتي دو فيل دان دينامومتر كوم لو مونتر لا فيغور سيكونتر. اذا في لو بوان ا علقنا ونكروش، يعني نثبت او نعلق جسم اس واحد سوليد اس في الطرف ديال واحد الخيط ديال الدينامومتر كما يوضح الشكل التالي. كيسيون 1 ايتابلي لو بيلون دي فورس ابليكي سور لو سوليد اس، يعني حدد القوى المطبقه على جسم اس. قلنا بان اول حاجه كنبداو بها هي لو سيستيم ايتودي، الجسم المدروس. الوغ لو سيستيم ايتودي في هذه الحاله، يعني الجسم اللي كندرسو دابا حنا هنا في هذا الشكل هو لو سوليد اس. لو سيستيم ايتيدي دائما كنجيبوه في السؤال، قال لك ايطابلي لو بليون دو فورس ابليكي سور لو سوليد اس، اذا لو سوليد اس هو لو سيستيم ايتيدي، دونك لو سوليد اس. لو سوليد اس، فوالا. الوغ المرحلة الموالية هي لي فورس دو كونتاكت، أو لي زاكسيون دو كونتاكت، بحال بحال، إذا لي فورس دو كونتاكت، ماشي بالضرورة غتسبق لي فورس دو كونتاكت، ممكن تسبق مثلا لي فورس أ ديستونس، لي فورس دو كونتاكت. كنرجع للشكل، شكون اللي هو اون كونتاكت مع لو سوليد هنا؟ شكون اللي كيقيس هذا الجسم اس؟ هذا هو لو سوليد اس. غتقول لي لو فيل، وبالتالي غادي نكتبو لا فورس القوة، لا فورس اكزيرسي القوة المطبقة، لا فورس اكزيرسي باغ لو فيل القوة المطبقة من طرف الخيط، لو فيل سور
لو سوليد سيو لو سوليد اس، القوة مطبقة متر في الخيط على لو سوليد اس. إذا تنسات لك هذه الجملة غتقرا الأسئلة اللي من بعد، مثلا إذا لقيتي السؤال ثلاثة عندنا دي تيرمينو لي كاركتيرستيك دو لا فورس اكزيرسي بار لو فيل سور لو سوليد اس، إذا ها هي مكتوبة هنا لا فورس اكزيرسي بار لو فيل سور لو سوليد اس. واش باقي شي فورس دو كونتاكت هنا؟ لا، يعني ما كاينش شي حاجة أخرى كتقيس هاد لو سوليد اس. إذا كنمشيو للمرحلة الثانية اللي هي لي فورس ا ديستونس، لي فورس ا ديستونس يعني قوى عن بعد، لي فورس ا ديستونس. دونك بالنسبة لي فورس ا ديستونس القوى عن بعد كاينة الجاذبية ديال الأرض، يعني غادي نكتبو لا فورس اكزيرسي، لا فورس اكزيرسي باغ لا تيغ، القوة المطبقة من طرف الأرض باغ لا تيغ سور لو سوليد اس، باغ لا تيغ سور لو سوليد اس. فوالا، وهنا بالنسبه لي فورس ا ديستونس ما عندناش شي فورس وحده اخرى ا ديستونس، يعني كاين المغناطيس ولكن ما كاينش هنا في التمرين، اذا ما غاديش نكتبو. فوالا، الوغ كيسيون 2 عندنا بور شاك اكسيون بريسيز سي اي لي لوكاليزي او ريبارتي. الوغ لا فورس اكزيرسي بار لو فيل سور لو سوليد اس، القوه اللي كتطبق الخيط على لو سوليد اس فين كيطبقها؟ في لو بوان ا. اذا هنا لا سيرفاس دو كونتاكت، المساحه ديال التماس صغيره بزاف، عباره عن نقطه، وبالتالي هذا سي اون فورس او بيان سي اون اكسيون لوكاليزي. اذا هذا موضع، علاش؟ لانهم ملاصقين في نقطه واحده. لا فورس اكزيرسي بار لا تير هذه دائما كتكون غير بارتي، دائما كتكون غير بارتي. اذا الا كانوا ملاصقين في نقطه واحده كنقولوا لوكاليزي، الا كانوا ملاصقين في واحد المساحه كبيره كنقولوا غير بارتي. دونك كيسيون 3 عندنا ديتيرميني لي كاركتيرستيك دو لا فورس اكزيرسي بار لو فيل سور لو سوليد اس. لي كاركتيرستيك قلنا هما 4، لو بوان دابليكاسيون، la droite d'action, le sens et l'intensité. Alors, quel est le point d'application de la force exercée par le fil sur le solide S? Ma hiya nuqta ta'thir al-quwa al-mutabaqa min taraf al-khayt 'ala al-solide S. Ghatqul liya an-nuqta A, had al-khayt hada kitabaq ta'thir 'ala al-solide fi an-nuqta A. Idhan ghadi nkesbu le point A, an-nuqta A, li hiya le point de contact entre le fil et le solide S. La droite d'action. لا دروات داكسيون قلنا دائما كنكتبو لا دروات، هادي اول حاجه كتسبقها، من بعد كتفكر واش فيرتيكال ولا اوريزونتال ولا انكليني مائل. الوغ في هاد الحاله هادي هاد الخيط هذا كيجر هاد لو سوليد فيرتيكال، كيجر هاد لو سوليد راسيا. اذا غادي نكتبو لا دروات فيرتيكال، لا دروات فيرتيكال باسون بار لو بوان ا، باسون بار لو بوان ا، المستقيم الرأسي المار من أ. حيت إلا كتبتي غير لا دغوات فيرتيكال كاينين بزاف ديال لي دغوات فيرتيكال هنا، باش كنحدو بالضبط اش من دغوات فيرتيكال كنزيدو كيباس باغ لو بوان أ. أولا كاينة طريقة واحدة أخرى اللي هي أسهل، هادشي غتجي مثلا هاد الطرف ديال الدينوميتر هنا أولا هنا مثلا، وغادي تكتب مثلا بي، دونك عاود تكتب لا دغوات فيرتيكال باسون باغ لو بوان أ، غتكتب لا دغوات أ بي بين قوسين، أولا مثلا سي لا دغوات أ سي بحال بحال. اذا هاد الطريقه تيم جوج كتعتبر صحه، ولكن خصك تمثل ديك بي في الشكل. لو سونس، لو سونس قلنا دائما كيكون دو فيغ، وبالضبط كنبداو لو بوان دابليكاسيون. شكون هي لو بوان دابليكاسيون؟ هي ا. اذا دو ا فيغ من الى، واش دو ا فيغ لو ولا فيغ لو با، واش من ا الاعلى او للاسفل؟ وهنا كطرح السؤال كتقول هذا الخيط هذا شنو كيدير هذا لو سوليد؟ الخيط كيرفع لو سوليد، كيحمل هذا لو سوليد، فين غيرفع لو سويد هذا كيرفع الفوق، وبالتالي غيكون فيغ لو هو يعني نحو الاعلى. اولا مثلا الا قطعنا هذا الخيط هذا لو سويد غيطيح، وبالتالي الدور ديال الخيط هنا هو حمل الجسم يعني نحو الاعلى. ثم لانتونسيتي، لانتونسيتي ديال لو فيل هنا عندك الحق، ممكن ترمز ليها مثلا بالتي او لا اف اللي بغيتي، مثلا نرمزو ليها حنا باف. اف كتساوي كتشوف الدينامومتر شحال القيمه اللي كيشير ليها، ها هي هنا كيشير لجوج، اذا غادي نكتبو جوج نيوتن. ورد بالك هنا، هنا ما عندناش الضرب، ما عندناش فوا، اذا مباشره كتوجد نيوتن. كون كانت مثلا هنا في 5 كنا غنديرو 2 في 5، اذا هنا ما عندناش الضرب، اذا غنكتبو مباشره 2. وهاد الامثله هادو راه شرحناهم في الدرس، وكما سبق قلت لكم راه الدرس كيتواجد في القناه والرابط ديالو في اسفل ديال الفيديو. اذا هادو لي كاركتيرستيك دو لا فورس. ثم اخيرا ريبريزونتي سيت فورس اون شوازيسون كوميشيل 1 سنتيمتر بور 2 نيوتن. اذا مطلوب منا نمثلو هاد القوه هادي باستعمال ديال هاد السله. اذا عندنا 1 سنتيمتر، 1 سنتيمتر كتمثل 2 نيوتن. تحت السنتيمتر دائما كنديرو اكس،
ثم تحت من جوج نيوتون كنكتبو لانتونسيتي دو لا فورس اللي هي جوج نيوتون. جوج نيوتون دابا هاد ليشيل هذا هو كيتعطى لكم في التمرين، كيتفرض عليك هاد جوج نيوتون اللي كتبت هنا هي اف، منين جبتها؟ جبتها هنا من الدينومتر كيشير الجوج. اذا كدير القاعده الثلاثيه، العلاقه الثلاثيه، اذا اكس كتساوي اكس كتساوي دونك واحد في جوج مقسوم على جوج. هاك كنبداو من هنا، واحد سنتيمتر كنبداو من هذا، واحد سنتيمتر في جوج نيوتون في هذه اللي لتحت مقسوم على جوج نيوتون اللي الفوق. اذا واحد سنتيمتر في جوج نيوتون قسمة جوج نيوتون. اذا غتلاحظ في البسط في المقام عندنا نيوتون غنختزلو به، واحد في جوج هي جوج مقسوم على جوج هي واحد سنتيمتر. اذا هاد واحد سنتيمتر شنو كتمثل؟ كتمثل الطول ديال متجهة اف. اذا بطبيعة الحال باش نرسمو اف خص ضروري ترسم في الشكل. اذا كتجيب المسطرة كتبدا من لو بوان دابليكاسيون. شكون هي لو بوان دابليكاسيون؟ هي لو بوان ا. اذا غنبدا من ا، ثم هاد لا فورس هادي غنمثلها فيرتيكال. علاش؟ حيت لا دوات داكسيون فيرتيكال، غنمثلوها هكا راسيا. لو سونس واش غيكون السهم الاعلى ولا الاسفل؟ كنشوفو لو سونس، لو سونس على فيغ لو، اذا غيكون نحو الاعلى. ثم اف كتساوي جوج نيوتون، ملي درنا العلاقه الثلاثيه لقينا واحد سنتيمتر. اذا كتحط المسطرة في لو بوان ا كتحسب واحد سنتيمتر، هادي تقريبا واحد سنتيمتر، وكنجي وحدها وكنكتبو اف فيكتور، حيت انا رمزت ليها بإف. الا كنتي رمزتي ليها انت بالتي هنا غتجي غدير تي فيكتور. اذا هذه هي لا ريبريزونطاسيون ديال لا فورس، وخصك ضروري ترسمها في الشكل. راه العلاقه الثلاثيه ما كتعطى عليها حتى نقطه، لا ريبريزونطاسيون خصك ترسم في الشكل. ثم هنا واحد المساله نسيت ما قلتهاش قبيله، علاش كنديروا هذا لو سيستيم ايتيدي؟ لاحظوا معايا دابا ملي كتبت لو سيستيم ايتيدي غتلاحظوا بان لي فورس كاملين كيساليو بسيغ لو سوليد اس، سيغ لو سوليد اس. يعني ما يمكنش مثلا نكتبوا لا فورس اكزيرسي بار لو سوليد سيغ لو فيل، حيت لو فيل حنا ما كيهمناش، اللي كيهمنا هنا هو لو سوليد. اذا كانت هذه النهايه ديال هذه السلسله، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها. الا ركزتي معايا مزيان في هذه السلسله وتبعتي، راه ما غاديش يكون معك ما غاديش يكون عندك مشكل نهائيا في هذا الدرس هذا. دونك كنتمنى لكم التوفيق. الا عندكم اي سؤال ولا استفسار ما تنساوش تخليو ليا في التعليقات اسفل الفيديو هذا. كنتمنى لكم التوفيق، دمتم في امان الله وحفظه.